عودة من جديد بكل السادة المشاهدين لحضرة المساء، وصلنا إلى خواتيم فقرات هذا المشوار المسائي من حضرة المساء، حتكون مع مستر كوخيم، ألماني مهتم بدراسات الشرق الأوسط. مرحبا بك مستر كوخيم. تسلم للدعوة، السلام عليكم. وعليكم السلام. بداية نتعرف عليك أكثر. أها، أنا اسمي ستانلي كوخم، عندي 25 سنة، ساكن في فيينا في النمسا، وأنا في الماجستير هناك في جامعة فيينا. قبل ده درست في ألمانيا في جامعة كمان، وهسي أنا في السودان عشان أعمل بحث جميل. عن لغة الرشايدة. يعني في قبيلة هنا اسمها قبيلة الرشايدة، صحيح. وفعلا هي موجودة في كل البلدان العربية تقريبا. بس أنا اخترت السودان عشان كنت داير أسافر السودان. جميل. دعنا نتعرف على بلدك ألمانيا وأكبر المدن في ألمانيا. أكبر المدن في ألمانيا؟ نعم. برلين مثلا، جميل. فرانكفورت، ميونخ، هامبورغ. بس أنا من الريف، يعني أنا من قرية صغيرة. أي. جميل. ليه اخترت تجي السودان وتتعرف على قبيلة الرشايدة ولغتها تحديدا؟ ليه؟ يعني أولا اخترت السودان عشان سافرت في مصر وسافرت المغرب، و يعني كان رغبة دائما إن أسافر أكثر جنوب من ده. يعني ومرة كنت في أسوان، وده زي باب إفريقيا، وفي سودانيين كتير، وتعرفت على السودانيين هناك، وفكرت أوكي أنا لازم أمشي يعني ورا الحد ده. جميل. والرشايدة ده كان بالصدفة، عشان أنا بشتغل في الجامعة في فيينا، وزميلة أو عندي زميلة مهتمة شديد في السعودية وفي الكويت، وهي بحثت بالرشايدة في السعودية، وحكيت لي أوكي ممكن أنت تيجي للسودان وتعمل نفس الحياة هناك. جميل. ما هي أكثر الأشياء اللي جذبت انطباعك وحبتك في السودان وفي السودانيين؟ يعني السودانيين. انطباعك عنهم، ها؟ انطباعك عن السودانيين، انطباع يعني يعني أكثر شيء جميل في السودانيين شو؟ يعني الناس فعلا، يعني مواصلات لا، المدن لا، السخانة لا، فالناس يعني أطيب ناس. لكن اللي حبيتها المواصلات للسخانة. طيب اللغة العربية، وين تعلمت اللغة العربية؟ أنا أول مرة اتعلمت في الجامعة في ألمانيا، بس ده كان الفصحى بس، وبعد سنتين الفصحى فقط. أنا سافرت المغرب وسافرت مصر وما فهمت أي حاجة. يعني طلبت ساندويتش فلافل، أنا أريد أن آكل ساندويشا من فضلك، يعني ده مع عربي المتكلم. ما هي الصعوبات في دراسة اللغة العربية؟ في صعوبات كثيرة، يعني بس أكبر صعوبة ممكن الاختلاف الهائل في اللهجات. بين الفصحى ولهجات مختلفة، وأنت لازم تختار البلد، يعني بلدك المفضل، وتمشي هناك وتدرس هناك. والمشكلة كمان إن ما في دروس اللهجات كثيرة في الجامعات، يعني صح. أحيانا كله الفصحى، فصحى. والفصحى أهم حاجة بالعالم يعني، بس بعدين ما تعرف الكلام. جميل. صحيح. أنت مهتم بدراسات الشرق الأوسط، أيوة. وصلت وين في الدراسة دي؟ أنا في النهاية هسي، يعني أنا البحث ده عن الرشايدة هو يعني رسالة الماجستير، وبعدين هنشوف. إن شاء الله. ممكن نستقر في السودان. إن شاء الله بإذن الله. ما هي الأماكن التي زرتها في السودان؟ ما كثير للأسف،
عشان الممثل. لا انا زرت خرطوم طبعا، وكنت في شندي لمدة شهر، شهر في شندي يا زول، وفي بورسودان، مشيت بورسودان بس عشان الرشايدة ساكنين في غارية جنب شندي، عملت هناك. جميل. البلدان اللي زرتها شنو؟ سواء أوروبية أو أفريقية قبل ما تجي السودان؟ في أوروبا يعني كمية البلدان يعني إلا اسكندنافيا عشان غالية، زرت تقريبا كل البلدان. وللبلدان العربية زرت المغرب ومصر كما قلت، والإمارات ولبنان وشندي. بما انك زرت مصر والمغرب والسودان، اصعب اللهجات هي اللهجه السودانيه والمصريه والمغربيه؟ يعني اسهل السودانيه، يعني اقرب من الفصحى من اللهجات دي. طبعا اللهجه المغربيه دي يعني صعبة. مثال قوي يعني. بس المصريين أحيانا يتفكروا عن المصري يعني أهم اللهجة واللهجة واضحة وكل ده، بس أكيد لا. كيف تعلمت اللهجة السودانية؟ قريت قريت بكتب العلمية يعني، وبعد ده أنا سامع كتير في الشارع، أنا أمشي في الشارع وسامع وأقعد في القهوة وسامع الناس وممكن أكتب حاجة. وين الأماكن اللي زرتها في الخرطوم؟ زرت جزيرة توتي مثلا، ومشيت بسفين بالمركب لجزيرة رملية كده، وامبارح كنت في سوق ام درمان ومسجد العفرة مول كده والمطار مختلف. بتعرف اللهجة السودانية كم في المية؟ بتعرف تزعة طويلة؟ انت بتمشي في الشارع بتسمع تزعة طويلة؟ ما اعرف، نص نص ممكن يعني. شو يعني الكلمات ما صعبة، بس النطق النطق مختلف. عارف معناها؟ معناها شنو؟ تسعة الكلمات طويلة يعني يعني شنو؟ أحيانا بس ما دايما. يعني أحيانا صعب. أصعب أصعب كلمات شنو في اللهجة السودانية؟ ما عرفت معناها. نسيت كلمات بس مثلا في شندي الناس ما يقولوا يلا ولا الرح، يقولوا رح كا كا احنا ولا برضه راح بنقولها رح كاكوم. كاكا. اي انتوا كمان ماشي. نحن كمان هي. وده يعني غريب النطق ولا الصوت. طيب مستر كوخيم، خلينا نتعرف يعني اكثر الاكلات السودانيه اللي بتكون اتعرفت عليها الاكلات. وجربتها. انا فعلا بحب القراصه بالدقاليه والكسره بالملح روب. انا زرت عائلات سودانيه في شندي جربت اكلات مختلفه كده، طعميه طبعا، فول كل صباح. في اكلات ما حبيتها؟ اي مره كنت مع الرشايده في غريتهم يعني في مزرعه، وانا اصلا نباتي يعني في اوروبا ممكن اكل لحمه مره في السنه، ومعاهم انا كان مفروض اني اكل نيفه يعني راس الخروف، وده كان تجربه يعني سيئه ما انساها. ابدا. كانت جميله ولا سيئه؟ بصراحه ما اتكلم كتير. وتاني من الأكلات السودانية شنو؟ آه؟ تاني من الأكلات السودانية اللي بتعرفها شنو؟ تاني أوف يعني الفول والجبنة والعصاير مثلا، عصير الدوم. كثيرة كده. بتعرف العصيدة؟ آه؟ العصيدة. عصيلة. عصيدة. عصيدة. أيوه. لا هتجربها معانا في رمضان ان شاء الله لو أوكي. ربنا احيانا. اكلت فطير يعني ده للرمضان ساخن باللبن و فطير باللبن. هي قريبه للقراصه. يا ما عندي علاقه.
الفطيره رجه من القراصه. لكن الفطير باللبن ما له دخل بالقراصه. انا ببسط لي المعلومه يعني، انت لسه عارفها يعني صح؟ كان تعرف العصيده؟ يعني كيف عصيده الضهر ده عارفها؟ اكيد طبعا. لكن هو بيقول فيه ده حاجه ثانيه بعيدا عن القراصه. يعني المحشر هناك احترق قال ما بتعرفي الحاجات. دي المره الاولى لك في الخرطوم او في السودان؟ مرة الأولى في السودان وفي خرطوم. أنا جيت من شهر وأنا سافر بعد 4 أيام. وين مسافر بعد 4 أيام؟ ليه؟ إلى أين مسافر بعد 4 أيام؟ إلى النمسا. إلى النمسا؟ يعني لفيينا عندي شغل و... حزور السودان مرة تانية؟ أي طبعاً طبعاً. ممكن في الخريف في الشتاء عشان انا خايف من السخانه شديده. هل تعرف اكثر حاجه جدتها في اللغه السودانيه شنو؟ اكثر حاجه اي دي بس اللي جدتها. يعني كلمه ولا اي ما عارف كلمات ما كويسه للتلفاز ممكن. اكثر حاجه غريبه شفتها في السودان شنو؟ اول مره تشوفها. اوف ما عارف ما في حياة غريبة. كله كان عادي طبيعي. يا ما عادي بس بعد السفر في مصر وفي المغرب يعني غريب شديد. هل واجهتك صعوبات في الحياة في السودان؟ أنا؟ بالمواصلات ممكن. مواصلات عن لازم كثيرة. بس لا صعوبة لا كله يعني الناس مفتوحين وطيبين و أنا كويس هنا يعني ما في مشاكل بالنسبة لي. لا. وين ساكن حاليا في الخرطوم؟ في فندق. وين في العربي؟ في العربي؟ لا في المستحضر اسم الفندق شنو؟ الاسم اسم هاف مون. هاف مون؟ إعلان للفندق. جميل. جيت هنا من كم شهر؟ شهر ونص. شهر ونص في الخرطوم؟ لا في السودان كلها. في السودان في الخرطوم. كنت شهر في شندي فخلصت يعني عندي تأشيرة لشهرين بس. جميل. من الأشياء اللي هشيلها معك من السودان للنمسا شنو؟ الأشياء هشيلها يعني أنا داير أشتري خاتم ذهبي لحبيبتي يعني. بس انا فاكر ده ممنوع يعني الجمرك بعدين في ممكن وممكن انا اشتري الخاتم وبعدين ادفع العقوبه. يا ما اعرف بحرات ممكن و ما تشيل معك قرازه بالطيارة بعد 6 ساعات الغراسة كده ما لذيذة بس في بلدها. طيب كان جميل شنو في قبيلة الرشايدة؟ استفدت شنو في الشهر اللي انت قعدته هناك؟ يعني اللهجة ذاتها جميلة. اتعلمتها؟ شوية عشان صعب ويتكلموا بالسرعة كده. بس اللهجة سامحة فمثلا عندهم كلمات غريبة مثلا لحسي الآن يقولوا دلواني. وفي اختلاف بين المذكر والمؤنث بال ما إنتو يعني أنتو وأنتن وأهم وإهن كده يعني بس استفدت منهم يعني الأكل غير النيفة و يعني الحديقة تجربة معهم. السودان يمتاز بمختلف من القبائل. زيارتك القادمة للسودان حابب تزور وين؟ يعني مرة تانية؟ أيوة. يعني كل الأماكن اللي ما زرت. الشمالية ما حابب تمشي الشمالية؟ يا الشمالية مثلاً ولا كسلة. حتى دارفور انا يعني مهتم بكل مناطق. بس يعني طيب دول عربيه مفروض انك انت تزورها وتتعرف على ثقافتها ممكن وين؟ يعني انا لازم ازور بلدان اكثر يعني. انت حابب تزور الدوله القادمه شنو؟ مثلا سلطنة عمان والسعودية ممكن كمان
يعني ممكن بلدان ما سياحية، يعني زي جنوب السودان مثلا ولا إريتريا، بس بعدين بالتأشيرة أصعب. جميل. اتعلمت السلام باللهجة السودانية؟ السلام أيوة. يعني سلام ولا السلام كيف عند الرشايدة؟ السلام عليكم فقط؟ تمام، يعني لي ما يقولوا انت كيف مثلا، يقولوا ويش حالك مثلا في الخرطوم. بخرطوم. نعم. جميل. عندك 15 يوم في الخرطوم، كيف عرفت المواصلات والمناطق؟ حفظتها كيف سريع كده؟ يعني في البداية لما وصلت في خرطوم من شهر، أنا قابلت شاب سوداني في الابليكيشن كاوتش سيرفينج، وبعدين سألت الناس أنا ممكن أطلع بس وأشوف بعدين أركب وين. جميل. كيف قدرت تتعامل مع الناس في المواصلات؟ في المواصلات يعني صعب في البداية، عشان أول مرة كنت في باص هنا في خرطوم كان صامد، يعني الناس ما يتكلموا كتير، ولما عايزين يقف الباص عملوا كده، يعني وده غريب. أنا فاكر شنو زي بس كانت تعمل كده. زي الأطفال في المدرسة، قالوا عندي سؤال. وبعدين ما عرفت السعر، يعني وأنا فاكر ممكن أنا أدفع كتير عشان حواجه. بس حاسة كويس. جميل. طب السخانة، كنت عارف انه درجة الحرارة كده وانه في سخانة كبيرة حتلقاك، ولا تفاجأت هنا؟ ما كان مفاجأة، بس يعني احنا في شهر 3 أول مرة أنا أشوف السخانة دي في شهر 3. والسودانيين دايما يقولوا يعني ده ولا حاجة، تشوف بعدين في الصيف ده بارد لسه. صح. جميل. عندك أصدقاء حاليا من السودان؟ أي بس في شنبي بس. أنا ما قلت لك جبت كلمة آي دي أكتر حاجة. ليه ما عندك أصدقاء في الخرطوم؟ يا أنا كنت 4 أيام في خرطوم، و يا بعدين مشيت، و هسي أمشي بعد شوية كمان. بس زيارتك لتوتي توتي كانت جميلة؟ أي كان جميلة، شربت الشاي في جزيرة الرملية. عملت شنو تاني؟ أكلت تبش؟ تبش؟ لا ده شنو؟ ما أقدر أشرح لك ده شنو. تبش ما أعرف. ما أكلت أي حاجة في توتي؟ في توتي لا، شربت بس شاي. شاي بس. كنت لوحدك ولا معك صديق؟ أنا كنت براي. براي. جميل. وحاليا أنت مسافر النمسا لصديقتك ولا لحبيبتك زي ما أنت قلت كبير؟ كله الشغل، حبيبتي، الأصحاب. يعني الزواج غريب؟ في شهر 6 انتوا معزومين. انت تعرج على السودان تاني. في زيارة تانية قريبة للسودان؟ في أبحاث تاني حابة تعملها في قبائل أخرى غير قبيلة الرشايدة؟ ممكن ما أعرف لسه، عشان أنا مشغول مع رشايدة هسي، بس ممكن في السنة اللي جاية في الشتاء هرجع وأعمل بحث تاني. في الشتاء تحديدا. لو ممكن. نصيحة ممكن تديها لكل الناس اللي حابين يزوروا السودان شو؟ أه؟ نصيحة لكل الناس اللي حابين يزوروا السودان. أديهم نصيحة. نصيحة يعني؟ يعني إرشاد الحاجة اللي عجبتك في السودان شنو وريهم؟ يعني ليه يزوروا السودان؟ أيوه. عشان الناس أولاً، وعشان في كنوز، يعني كنوز طبيعية وكنوز ثقافية، مثلا الأهرامات البجراوية. زرت البجراوية؟ للأسف لا، بس أنا مشيت في، أنا ركبت الباص في شعر بين شندي وعدبرة، وشفت البجراوية من من بعيد. كان أرخص كده. بس في حياة كثيرة في السودان والناس ما عارفين عنهم،
فهي في أسباب كثيرة. بتختار الدول السياحية عشان تمشي تزورها تحديدا أي ليه؟ عشان يعني يعني أنا أحب يعني ما تشوف سياح كثير ما في زحمة. ما في زحمة مثلا، إذا تمشي اللي شاطي في إسبانيا في صيف ما تشوف أي إسباني ولا في إيطاليا، وكله مكتوب بالإنجليزي مكتوب بالألماني، وده يعني غريب وكله غالي. فهنا الحياة الدورية. جميل. انت حاليا ساكن في فندق في السوق العربي، الحاجة اللي ممكن تكون لفتت في نفسك او نظرك في السوق العربي خصوصا انه منطقة مزدحمة بالسكان؟ ما في مشكلة، العيش تمام عادي؟ تمام، عندي الأماكن لما كنت في شندي قعدت شهر حضرت مناسبة زواج فرح؟ لا ما شفتها؟ يعني بعض الناس اقترحوا لي يعني مرات مرات لا ما انت، مناسبة لأشخاص تانيين شفتها؟ شوف انا كنت في يا في عرسان يعني في اثنين. شفت شنو الملفت شنو كان؟ شفت الرقص ورقص معهم كده في دورة. طيب وجه الشبه والاختلاف بين المجتمع السوداني والمجتمع الألماني شو؟ أنا أبدأ وين يعني في كبير، بس في الشكل العام السودانيين يعني قريبين منهم، يعني الاجتماع الألمانية ولا في غرب أوروبا، يعني الاجتماع individualistic يعني أنا ولا. جميل. البحث اللي أنت عملته عن الرشايدة اكتمل حالياً ولا لسه في حاجة؟ لا ما هيكون كامل أبداً. ليه؟ فدائماً أنت تعملي تسجيل وتسمع وعندك سؤال كثيرة وممكن عندك تسجيل آخر عن نفس الموضوع ويقولوا شيء تاني وفي نطق مختلف وكل ده، فعندي شغل كتير. محتاج كم من الزمن عشان انه يخلص؟ ممكن شهرين ولا كده. يعني خلصت التسجيلات والبحث يعني في مكان ذاته، وهسي اترجم واحلل واشرح الكلمات. بالتأكيد عندك صداقات حاليا في السودان في شندي، ما بعد ما تسافر للنمسا هل بيكون عندك تواصل مع الصداقات اللي بتكونها من كم دولة؟ اي الحمد لله في الواتساب في الفيديو. جميل. في شنو تاني فعاليات غير الزواج اللي انت شفته؟ شفت شنو تاني في الرشايدة؟ الرشايدة ما كان الزواج، ما كان عند الرشايدة، في شندي كان السودانيين قبيلة الجاهلية. بس انا شفت شنو؟ شفت يعني شفت الجلد بصوت؟ لا ما لا شفته؟ لا الحمد لله. انا خايف من السود يعني. بعدين انا هناك. انطباعك عن شارع النيل في السودان شنو؟ اها شارع النيل. شارع النيل يا كويسه. مشيته؟ مشيت اي. في زحمة. ما في زحمة؟ لا أنا كنت بالليل ما كان زحمة. شربت شاي في شارع النيل؟ أي أنا أشرب شاي في كل مكان، شاي بزنجبيل المفروض. تاني مشيت وين غير شارع النيل وتوتي؟ مشيت أول يوم في الخرطوم، مشيت النيل الأبيض هناك. يعني في مكان يعني زي الشجرة في المايا وناس كتير. بتمشي براك ولا بكون معك زول بوريك الأماكن وبعرفك عليها؟ المرة دي ما مشيت براي. مشيت مع سودانيين، مع عائلة سودانية. ده الحاجة السامحة في السودان، عندك عزومة
عزومة كل الوقت. كيف كان استقبال العائلات السودانية؟ كويس، بس أنا دي كان culture shock، يعني أنا دخلت بعض البيوت السودانية ودائما يعني أول غرفة أول أوضة مكملة من سراير، يعني كل السراير. أنا دخلت المطبخ وكان فيها 8 سراير ولا كذا. اسمه عنقريب. عنقريب أي. آي آي. بس العنقريب من الخشب صح؟ ده كانوا من الحديد ولا كذا. حديد؟ وده كده؟ أي. طيب انت ما الناس بتعرف العنقريب وبتعرف يا سعيد. العزومه جاتك من عائلات في شندي ولا هنا في الخرطوم؟ الاثنين الاثنين. اتعرفت عليهم كيف العائلات دي؟ يعني كان غريب من الغالب. واكلنا كثير يعني تشرب كركديه وبعدين جبنة وبعدين شاي وبعدين مويا وبعدين في فطور ثاني. تجربة جسمية. الاختلاف اللي لقيته في العائلات في شندي وفي الخرطوم شنو؟ ما كثير، ممكن البيوت ولا الشارع الثقافة، لكن نفس الطيبة والكرم في شندي في الخرطوم واحد. انا اعرف شندي عسل. لا انا قعدت مده اطول في شندي. جميل، شكرا جزيلا لك مستر ستانلي كوخيم، نورتنا وان شاء الله اقامه لسه تكون افضل في الايام الجايه. والسخانه تخف شويه. ان شاء الله. شكرا. تسلم.